أمينة. أمينة في المستشفى. مستشفى؟ مستشفى الأمراض العصبية. من فضلك أوضة الأنسة أمينة عبد الحكيم. أمينة أمينة أمينة، انت بقالك مدة ما أكلتيش، مش عايزة تاكلي ومش جعانة؟ خدي يا أمينة عشان خاطري. أمينة أمينة، صباح الخير. صباح النور يا بابا. حياتي. خدي اقرا. اقرا ايه بس يا بابا؟ هو حضرتك سبت فيه حاجة غير صفحة الوفيات؟ أنا حر، خليك تقرا اللي تقريه وأقطع اللي مش عاوزك تقريه. أمينة صباح الخير. صباح الخير يا استاذ جاد. صباح الخير يا عمي. معلش يا جاد يا ابني، اتاخرت النهارده شويه، اصل بعد ما وصلت امينه اتعطلت في المواصلات. الله ينعل ابو المواصلات. 60 مره بتشيل عندي كتير يا جاد. اخوك الصغير واكتر. انا هنا من الساعه 7. ده بدري قوي. اصل كان في شويه شغل متاخرين من امبارح لما حضرتك خرجت بدري علشان تجيب الانسه امينه. عندك حق. أودي جمايلك فين يا جاد؟ أنا اللي أودي جمايلك فين؟ أنت علمتني أصول الشغل. أنا اللي علمتك يا جاد، ده أنت كنت جاهز. ده أنت أستاذي. تعالي ندفع اشتراك الرحلة. بابا زمانه مستنيه بره دلوقتي. تحب أدفع لك الاشتراك وتبقي تديني الفلوس بعدين؟ لا متشكرة أوي. أنت مش عايزة تروحي الرحلة ولا إيه؟ نفسي، بس لما بابا يوافق.
باي باي. مالك يا بنتي؟ سلامة رجلك. حاجة بسيطة، رجلي اتلوت بس. يعني ايه بسيطة؟ المدرسة مسؤولة عن سلامتك، أنا مسلمك لهم سليمة. محدش مسؤول، أنا المسؤولة. أنا هضطر أركب الملعون ده تاني. بلاش يا بابا، أنا ماشية كويسة. على عينيا تعبك يا بنتي. بس أنت بتضايق من الزحمة. أهي مرة وخلاص، ما أقدرش أشوفك تعبانة. عربية. يا بنتي خليها مسطورة. طب جيب موتوسيكل. ايه عاوزين نركب موتوسيكل؟ وماله يا بابا؟ بدل طلوع علينا في المشي. بابا انا مش هقدر امشي بعد كده. بيني وبينك انا كنت غاوي مكان وانا صغير. عاوز ترجعيني لايام زمان تاني. ما انت لسه صغير يا بابا، ولا انت كبرت على كده؟ يلا يا بابا جيب لنا موتوسيكل عشان نترحم من المشي وزنقة المواصلات. حاضر. بس يا عمي موتوسيكل نص عمر بالتمن ده، الحاجات غلت قوي. معلش اللي مش قد خلفه البنات ما يخلفش. ليه كف الله الشر؟ ده انت سيد الناس وبنتك اسم الله عليها يا زين ما ربيت. الناس عدمت الحياه وقليل في الزمن ده اللي بيعمل حساب ضميره وربه. ومين سمعك يا استاذ عبد الحكيم؟ تعرف انا بحبك دون عن كل الشبان في الوزاره. ليه؟ عشان انت مش زيهم. عندك حكمه وعقل كأن عمرك 100 سنه.
كلامك بيطمعني فيك يا استاذ عبد الحكيم. انت شاب فاضل ومجتهد. يعني اقدر اناسب ناس طيبين وتزيدها شرف كمان. انا اللي يزيدني شرف لو رضيت بيا لبنتك الانسه امينه. امينه بنتي؟ انت تعرفها؟ انا شفتها يا عم. شفتها فين؟ انا مش فاكر حاجه. شفت صورتها في الجورنال يا عمي لما نجحت في الاعداديه. شفت الطهر والاستقامه والاخلاق النبيله والتربيه الحسنه. شفت الحاجات دي كلها في الصوره؟ سماهم على وجوههم يا عم. ايوه بس امينه بنتي لسه صغيره وتلميذه، ان شاء الله لما تاخد الثانويه العامه هبقى اشرها واللي فيه الخير يعمله ربنا يا رب. والنبي يا انجل تخلي امينه تيجي عيد ميلادي النهارده. كل سنه وانت طيبه، بس امينه عندها مذاكره. ذنبي في رقبتك يا عمي، لو امينه ما جاتش مش هعمل عيد ميلاد. لا موتوسيكل نافع ولا ماشي نافع، هعمل ايه بس يا ربي؟ خش 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 من المطر. بابا سناء قالت لك لو ما رحتش مش هتعمل عيد ميلاد. وده وقته يا امينه. وماله؟ نتكلم. انا مش عايز سناء تزعل وتضايق لو ما رحتش. بقى تزعلي باباكي وما تزعليش صاحبتك. كل البنات هيروحوا، اشمعنى انا؟ علشان انت مش زبقية البنات. انت حاجه وهم حاجه. انا ربيتك وتعبت في تربيتك لغايه ما خليتك ملاك. انا مش ملاك يا بابا، انا واحده زي كل البنات وعاوز اعمل زيهم. عاوزه تعملي ايه زي كل البنات يا امينه؟ انت عارفه بيعملوا ايه؟ ايوه عارفه يا بابا. هو انا عبيطه؟ وكمان عارفه ايه هذه المصيبه؟ عاوزه تعملي زيهم؟ تعملي ايه بقى؟ اروح عيد الميلاد. وايه كمان؟ ابقى زيهم وخلاص. هما مش قدي، مش ليهم ابهات زيي. دول بيخرجوا ويتفسحوا وبيزوروا بعض، بيتفرجوا على التلفزيون والسينما. امينه عاوزه تروحي السينما وتتفرجي على التلفزيون؟ يا خساره، يا خساره تعبك يا عبد الحكيم، يا خساره تربيتك في بنتك. بابا كده يا امينه، انا اللي شقيت طول عمري علشانك، انا اللي كنت ابوك وامك، انا اللي عاوز اشوفك احسن واحده في الدنيا. اسمعي يا امينه، اسمعي كلام بابا. انا عاوز اعدي بيك البر الامان، مش عاوز اشوف دمعه واحده على قدك، ومش هزعلك تاني ابدا. وانا كمان يا بابا مش هزعلك ابدا، متاسف مش هقول كده تاني. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ولا يحرمنيش منك ابدا يا امينه. الشيطان كان بينا والحمد لله سحابه وراحت. الشيطان عمره ما هيدخل بينا ابدا. خلاص يا حبيبتي، وعلشان ما تزعليش ولا تنقهري ابدا، روحي عيد ميلاد صاحبتك. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبتي يا حبيبتي. بابا. نعم. بابا المدرسه عامله رحله في نص السنه للبحر الاحمر. ما يعملوا اللي يعملوه، احنا من؟ بابا كل البنات اشتركوا في الرحلة، وأنا نفسي خالص أشوف البحر. بيحكوا قد إيه هناك المناظر جميلة. بحر إيه اللي نفسك تشوفيه؟ يا أمينة إحنا إيه اللي شحططنا في البلاد البعيدة دي؟ ويا عالم إيه اللي بيحصل فيها؟ بابا قلت لحضرتك إن البنات كلها اشتركوا. بنات بنات، اسمع يا أمينة، أنا مش عاوز الشيطان يخش بينا تاني. مش عشان حوديك عيد الميلاد أبقى سمحتلك بكل حاجة. إذا كان كده نرجع، مفيش عيد ميلاد كمان. لا 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 يا بابا خلاص، مش عاوزة الرحلة، مش عاوزة حاجة، بس وديني عيد ميلاد سناء. ربع ساعة وتنزلي على طول. كل سنة وأنت طيبة، سلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. أهلا يا أمين. كل سنة وأنت طيبة. ميرسي أوي. اتفضل. كل سنة وأنت طيبة. ميرسي أوي.
عشان كده كان نفسك تيجي الحفله قدامي على البيت. يا استاذ حرام عليك، البنت ما عملتش حاجه غلط، انا قاعد اراقبهم واخد بالي منهم. امينه ما تستحقش كده. وحضرتك قاعد وشايف ده كله بيحصل وساكت؟ لو كل الابهات زيك كده قول على الجيل ده الرحمن الرحيم، ده بدل ما تربيهم على الاخلاق الحميده تشجعهم على الفساد. قدامي حسابك في البيت. دي اخره الحريه اللي اديتها لك، انا الحقها عليا عشان ما كنتش شديد معاكي. طول ما الشباك ده كان مفتوح على بحري افتكرتيلي انا متفاهم معاكي، وكانت النتيجه انك فجرتي. ما كانش العشم ابدا يا امينه، ما كانش عشم. الفستان ده قصير، في تانية، الفيد التانية دي على اخر مش عاوز حته من جسمك تبان. حاضر يا بابا. وحاجه تانية، عاوزك تقطع علاقتك باصدقاء السوق دول خالص، خصوصا البنت اللي كانت عامله حفله. حاضر يا بابا. طب احلفي. وحياتك يا بابا. مساء الخير. زيارة من غير ميعاد. معلش. البيت بيتك. انت صاحب فضل يا جاد. يعني اتفضل. اتفضل تحصل لنا البركه. يا رب يا ستار. يا رب يا ستار. خطوه عزيزه. انا اصلي الليله دي جاني زياره من البلد، فضلت خيرك في طير مشالتي، فقلت لازم ادوقك منابك وهو سخن. ما كانش في داعي تتعب نفسك. ده تعبك راح يا استاذ عبد الحكيم. والله والله انا من زمان وانا نفسي ادوقك فطير امي. ربنا يخليها لك ويديها الصحة عن اذنك. خايف اكون جيت في وقت مش مناسب. ما تقولش كده يا جاد، انت زي ابني. نفسي تديني عقاد نافع يا استاذ عبد الحكيم، ده خير البر عاجله. عقاد نافع بتاع ايه؟ حضرتك نسيت؟ ده انا طلبت ايد ايد الانسه امينه. صبرك بالله يا ابني، كلها شهرين ثلاثه وتمتحن وبعدها نتكلم ونقول يا خطوبه. وهو انا لو خطبتها دلوقتي هعطلها عن المذاكره لا سمح الله؟ بالعكس، ده وقفتي جنبها هتشجعها وبتصونها. هتصونها. قول يا استاذ عبد الحكيم، خلينا نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه يا استاذ عبد الحكيم. على بركه الله. مبروك يا أمينة، إحنا قرينا الفاتحة. فاتحة؟ أنت دلوقتي مخطوبة للأستاذ جاد الحق. مين جاد الحق يا بابا؟ ده زميلي وابني، أنا حاجزه وخبزه ودرسه كويس أوي. بس مش كنت تقولي؟ أنت هتعرفي مصلحتك أكتر مني؟ لا. شوفي بقى، لما بتسمعيش كلامي في جرالك إيه؟ رقصتي يا أمينة رقصتي. ما تفكرنيش يا بابا. لازم أفكرك، علشان لما أبوك يقول لا يعني لا، وأه يعني أه. وحضرتك قلت اه على الاستاذ جاد الحق؟ قلت اه بشده. يلا يلا عشان تعرف عليه. يلا حاضر يا بابا. ادي له القرفه الحلوه دي. يلا. you
الشبكة يا أمي. يا أمينة وريني الدبلة كده. ألف مبروك. مالك يا أمينة؟ بابا حالفني إني خاصم سناء. تخاصميني ليه؟ هو حالفني وخلاص. على العموم أنا عايز أعرف إذا كانت هتروح الرحلة ولا لأ. مش هروح. ليه؟ أنا خلاص دفعت الاشتراك. ودفعته ليه من غير ما تقول؟ عشان النهاردة آخر يوم في الدفع. بس بابا مش هيوافق. تقول لخطيبها إذا كان بيحبها هيقنع باباها بالرحلة. طب لما انتوا متخاصمين عاوزين تطلعوا الرحله مع بعض ليه؟ انا عايزاها تروح تفك عن نفسها بعيد عن جو البيت عشان هي مهما كان صاحبتي. خش يا امين. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اقعد يا حبيبتي. عامله ايه في المدرسه؟ النهارده جت سناء تكلمني ما كلمتهاش. عين العقل. عاوزاني اطلع معاهم الرحله. رحلة ايه وكلام فاضي ايه؟ الحاجات دي ممنوعات. لو سمحت تحلني من الحلفان علشان اصارح سناء ورحمة ماما علي. عشان الحلفان صومي التلات ايام كفارة واديكي هتكسبي ثواب الصوم والرحلة ورحمة ماما عندك. انا قايم اعمل لكم قرفة. كلمها يا جد يا ابني، عقلها، فطنها. حاضر يا عم. عن اذنكم. عاوزة تروح الرحلة ضروري؟ أصل كل أصحابي هيروحوا الرحلة ما عدا أنا. كلم بابا يا أستاذ جاد الحق علشان أروح الرحلة. طب قوليلي جاد بس من غير أستاذ. ها؟ جاد وأنا هكلمه. قوليلي جاد يا أمينة. جاد كلم بابا عشان أروح الرحلة. أنا مش هكلمه، أنا لازم أخليه يوديك الرحلة. Thank you.
مالك المركب؟ يلا تعالي. ما جيتيش ليه؟ انت هتفضلي قاعده كده؟ يلا اركب. يلا زقيه وقدفي بايدك. يلا قدفي يا امين. وشك الناحية التانية. خايفة من ايه؟ عمرك ما شفتي بني ادم؟ انت طلعت لي منين؟ امشي يلا. انت مش بتنكسف؟ اتكسف ليه؟ واحدة بتستحمى وهي لابسة هدوم. امال لو كنت لابسة مايو كنت عملتي ايه؟ كنت مت من الكسوف. طب يا ستي بسيط. وادي فستانك اهو. لا خليك عندك وحط الفستان على الارض وامشي. امشي ما تقربش مني. حاضر. من فضلك ابعد بعيد. لحد ما البس هدومي وامشي من هنا. طيب انت حر. انا هبعد لغايه ما ابقى نقطه قد كده وانت تطلعي في الشاليه بتاعي وتغيري هدومك. هو ده الشاليه بتاعك؟ ايوه. طب متشكر. تعرفي انك حلوه قوي ورقيقه قوي. امشي ارجوك امشي. همشي بس لازم اشوفك تاني. لازم نتقابل تاني. ما تمشي. حاضر. Thank you.
مالك يا أمين؟ صحياني معاكي. أنا خايفة. المركب ضاعت. عاملة ده كله عشان المركب ضاعت؟ سرق. سرق. أنا قابلت ولد. ولد؟ أنت لحقتي؟ وعاملة نفسك إنك خيبة. فين الولد ده؟ قابلتيه إزاي؟ وفين؟ عايش قريب من هنا. وبيعمل إيه ده؟ مش عارف. هو حلو قوي. هو اللي خد منك المركب؟ لا انا سبتها هناك. خلاص بكره نروح نجيبها. لا روحي انت جيبيها، انا ما اقدرش اروح. وانا هعرف منين مطرح؟ ماليش دعوه، انا مش هروح. مش عايزه تروحي ليه؟ لا روحي انت، انا خايفه. تعرفي انك دمك خفيف خالص وبتقولي حاجات غريبه. خايفه من ايه؟ هو انت لو رحتي هيخطفك؟ اه يمكن يخطفني. للدرجات؟ ايوه للدرجات. انا عندي خطيبي وما اروحش اقابل شبان، حرام. انا اتخطبت وخلاص. اسمعي احنا نروح سوا توريني مطرح القارب. لا هتقفي من بعيد تشاوري لي عليه. بس من بعيد، من بعيد خالص. من بعيد خالص. اركبي بسرعه يلا. تعالي. ايه ده سيبيني. اركبي انت. تعالي تعالي بس تعالي، ما تخافيش انا معاكي. على فكره انت ليكي عندي حاجه. المركب. انت ليه جريتي امبارح؟ اصل كنت مستعجله. وانا كمان مستعجل. انت بتعمل ايه هنا؟ بتشتغل ايه؟ مهندس في مجمع الالومنيوم، لكن عندي هواية بعملها لهواة صيد السمك. المنطقة دي مليانة سمك وبيجي لها صيادين من كل الدنيا، وأنا عندي لوكاندا صغيرة بينزلوا فيها ويعملوا مباريات في الصيد. فكرت في المشروع بتكاليف قليلة، بس بحلم في المستقبل إنه يبقى مشروع كبير. حاسب. 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 الله مركبت ايه؟ سراء سراء سراء. استني انت رايحه فين؟ سيبني. سراء ما تبقيش يا سراء. سراء اوعى. سراء ما تمشيش. سراء تعالي يا سراء، يظهر انك غاوية تنزلي المايه بهدومك. انت انقذتني من الموت. شفتي؟ تبقى حياتك دلوقتي ملكي، يعني انت بتاعتي. بتاعتك؟ يبقى ارمي نفسي في البحر تاني. تعالي هنا، هو انت كل حاجه تصدقيها؟ سيب ايدي. يا ده انت صعبه خالص. ايوه انا صعب، صعب خالص. ومتشكره جدا انك انقذت حياتي، انا ماشيه. تعالي هنا. ماشيه ازاي؟ وانا هسيبك بعد كده؟ عايزه تمشي وتاخدي قلبي معاكي؟ طب هات يا قلبي وبعدين بامشي. والله ما خدت حاجه. لا خدتي. من فضلك وفر الكلام ده، انا مش بتاعت كده. بابا صعب خالص، ولو عرف اني كلمتك ولا وقفت معاك كده هيموتني. طب هاتيلي باباكي ده وشوفي هعمل معاه ايه. لا مالكش دعوه ببابا. وبعدين عايزاك تعرف حاجه، انا مخطوبه. ايوه مخطوبه للاستاذ جاد ده. طيب خالص، حتى هو اللي اقنع بابا ياجي هنا. ولولا ما كنتش جيت هنا خالص. انت مخطوبه؟ ايوه. مش شفت الدبله اهي؟ يا خساره مفيش بقى. انا عارف بس استعجلتي ليه. انا ما استعجلتش، بابا هو اللي كان مستعجل. سعيده بقى. هتمشي وانت مبلوله كده؟ معلش خلاص.
أمينة، أنت عارفة الواحد بيحب مرة واحدة في حياته. الحب قضاء وقدر، وأنت قدري. أنت طلعتي لي من البحر فجأة وقلتي لي أنا حبيتك. أنا قلت كده؟ أنت كذاب. صحيح ما قلتيش بصوتك، لكن عينيكي قالت، شفايفك من غير ما تتحرك قالت، كل حتة فيكي بتصرخ وتقول أنا حبيتك. لا بقى، أنا قلت لك إني مخطوبة، من فضلك، ده بابا صعب خالص. أمين. لا ما تكلمنيش، وكلمني من بعيد من فضلك. حاضر حاضر، هكلمك من بعيد أهو. وما تكلمنيش من بعيد كمان. خايفة مني؟ بصراحة آه. خايفة تحبيني؟ أحبك؟ أحبك إزاي؟ ده الحب عيب وحرام. الحب مش عيب ولا حرام، اللي علمك الكلام ده حرام عليه والله. ما تقولش كده على بابا. الحرمان والكبت هما اللي حرام، هما اللي بيحولوا الإنسان لحيوان. يعني إيه؟ عاوزني أقابل شبان وصاحبهم وأحبهم؟ مش معقول. أمين، الصداقة بين ولد وبنت مش عيب، الحب البريء اللي نهايته الجواز أجمل حاجة في الدنيا. فضلك عاوزاكي فيها واحدة. عاوزة ايه يا أمين؟ عاوزة اروح. تروحي؟ احنا عيال هنا ولا ايه؟ بقى جاية تندهيلي عشان تقوليلي عاوزة اروح؟ ايوه عاوزة اروح. مالك يا أمين؟ ايه اللي مضايقك؟ في حاجة حصلت؟ يلا كده البسي المايو بتاعك وانزلي البحر زي زمايلك. ما عنديش مايو، وانا مش زي زمايلي، ومش عاوزة انزل البحر كمان. هتسافري؟ ايوه. مصممة؟ ايوه. طب ما تنامي بقى. مش هنام. وانا ذنبي ايه تفضلي مصحياني جنبك كده؟ هو انا اللي بحب؟ يعني انا اللي بحب؟ طبعا بتحبي، زي زي ما انا بحب. ما تعمليش نفسك عبيطه، امال عايزه تهربي ليه؟ ههرب عشان ابعد. تفتكري لو هربتي منه هتقدري تهربي من نفسك؟ مالك يا بنت؟ مالك يا بنت؟ مالك يا أمينة؟ بس 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 حبيبتي بس، مالك؟ ولا حاجة. أمال بتعيطي ليه؟ وسبت الرحلة وجيتي ليه؟ ولا حاجة، وحشتني. وأنا ما وحشتكيش يا أنسة أمينة. وحشتني، وحشتوني أنتوا الاتنين.
البيت كان من غيرك مظلم قوي، كنت مشغول عليكي. ما حشان ايه يا استاذ عبد الحكيم لما امينه تسيبك؟ انا استخرت ربنا انكم تعيشوا معايا هنا بعد الجواز، اصل الشقه والخلو دلوقتي بقوا بالشيء الفلاني، وهي الشقه واسعه وتسعنا كلنا، ناقصه بس شويه بياض وشويه توضيب وتبقى لوكس اللوكس، واعتبروها شقتكم واستحملوا اللي يضيف عليكم. ده انت الخير والبركه يا استاذ عبد الحكيم. خير نور القطع، حالا هجيب لكم الشقه. ليه يا أمينة؟ لا أنا بقى مستعد لكل حاجة، عندي علبة مليانة شمع، ما هو النور بيطفي كل شوية. اديني شمعة يا بابا. ليه كفى الله الشر، أنت لسه ما كلتيش. أصلي تعبانة. عن إذنكم تصبحوا على خير. ربيك انا هعرف اذا ربيك وهبطلك استفالة ولا ادب. انا مش سافل ولا قليل ادب، انا كنت ماشي في حالي. انا هحرقلك شعرك ده. لا يبقى نروح الاسم. اسم؟ ما انا برضه هربيك في حدود القانون. انا هحرقلك شعرك ده بالموس. بابا سيبه يا بابا، انت عايز تبهدلني؟ سيبه عشان خاطري. عشان خاطرك بس يا امينه، لكن لو شفتك هنا تاني انا مش هحرقلك شعرك بالموس، انا هحطه برقبتك. بابا سيبه إيه؟ سيبه بقى يا بابا. يلا بينا يلا. افتحي يا أمينة، افتحي افتحي يا أمينة افتحي. امشي 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 امشي. مش همشي، ده أنا ما صدقت إنه راح يصلي الجمعة. هو بيسيبك أبدا؟ امشي، بقول لك امشي. عايزة الصراحة بقى، أنا حبيتك ومش قادر على بعدك. يا حسني يا حسني يا حسني. طب إذا كنت بتحبيني صحيح، مش خايف حد يشوفني؟ عاوز تفضحني؟ طب افتحي بس دقيقة واحدة، هخش أقول لك كلمتين وأخرج على طول. تخش؟ أخرج برا، الله يخليك أخرج برا. اسكتي، أنت فاهمة بقول لك إيه؟ اسكتي. حاضر، ما أنا ساكتة أهو. في حاجة تانية عايز أعرفها. انت بتحبي خطيبك؟ بقولك بتحبي خطيبك؟ لا. ف...
في حاجة كمان عايز أعرفها، قلقاني ومسهراني وتعباني قوي. أنت يوم ما سافرتي بصيتي عليا بوشك اللي زي الملاك ده من الشباك وأنا نايم، كان حقيقة ولا خيال؟ أرجوكي فهميني. لا ما كانش خيال، أنا رحت وبصيت عليك. تبقي بتحبيني؟ اسكت وطي صوتك، والنبي توطي صوتك، هتوديني في داهية. تبقي بتحبيني زي ما بحبك؟ بتحبيني يا أمينة؟ هي دي الحاجة اللي كنت عاوز أعرفها. طب امشي بقى. امشي وبعدين؟ هنعمل ايه؟ هتتجوزي واحد ما بتحبهوش وتسيبي اللي بتحبيه؟ تسألني؟ انت ملك نفسك. انا مش ملك نفسي، انا ملك بابا. لا احنا مش عبيد، احنا لازم نصور ونصرخ ونقول لهم ان احنا احرار، مش عشان هم خلفونا وجابونا الدنيا نبقى عبيد ليهم. لا بابا زمانه جاي من الصلاة. عايزك تقفي قدامه وتقولي له لا، انا مش هتجوز الا اللي انا بحبه. كده اقول لبابا كده؟ كانك ما تعرفوش. اعرف وبتقولي اقف قدامه واقول له اني بحبك؟ طب عملت انت ايه لما كان هيحلق لك شعرك؟ كنت بحترمه عشان خاطرك، ثم ان ده شعري مش حياتي. احنا دلوقتي بندافع عن حياتنا ومستقبلنا، مش بندافع عن شعرنا. مستحيل، ما اقدرش اقول حاجه زي دي، كان يقتلني. اقول له انا ولا انت؟ خايفه؟ ايوه خايفه. خلاص سيبيني انا اتصرف. طب امشي بقى. انا همشي دلوقتي بس عشان خاطرك، بس بعد كده ليا تصرف تاني. باي باي يا امينه. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ان شاء الله. حضرتك عاوز حاجة؟ لا ابدا. امينة، في حد خبط عليك وانا في الجامعة؟ ايه؟ حد؟ سلام. انت طالع نازل في البيت، تعال هنا. انت حرامي. حرامي؟ حرامي ايه بس؟ انا مش حرامي. انت مش حرامي يا بابا. اسكت انت، انت حرامي يا جيران. يا بوليس انا زبطت حرامي. ده مش حرامي يا بابا. اسكت انت، انت حرامي. سيبني انا مش حرامي. حرامي؟ ده مش حرامي يا بابا، مش حرامي. انا اعرفه. اعرف؟ تعرفيه؟ تعرفيه منين؟ من زمان يا عم. من زمان وفين وامتى وازاي؟ سيبني بس يا عمي وانا فاهمك كل حاجه. عمي انت بتقول لي يا عمي؟ وابويا كمان، ابو امينه يبقى ابويا. شويه شويه يبقى امك. لا العفو يا عمي، ما اقصدش. ايه اللي بيقوله ده؟ ايه اللي بسمعه ده؟ امينة يا عمي وكلمنا. انا هكلمك، عاوز تقول ايه؟ اتكلم. عايز اقول ان انا جاي اطلب ايدها. تطلب ايدها؟ كويس خالص. جاي يطلب ايد امينة. ده انا بقى اسعد واحد في الدنيا يا عمي لو حضرتك. ما تقولش يا عمي. حاضر. بتقول انك تعرفوا بعض ازاي؟ من البحر الاحمر. وايه الصله اللي بينكم؟ بحبها. كده مره واحده هي اللي هتقعد؟ حبيتها من اول نظره. اول نظره؟ انت كمان حبيتيه من اول نظره؟ اتكلمي، رد عليا انت. خلصكم مني. امينة. 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 أمينة.
حرام عليك يا بنتي مرمطيني بالشكل ده. ده انت مخطوبة عاوز الناس تاكل وشي. مخطوبة الواحد مننا واحنا منه. لو يهمك سعادة أمينة ما تخصبش عليها، سيبها هي تختار. ما تستغلش الظروف، أنا ما أحبش الليل وتراعي ويستغل ضعفي من ناحية بنتي. أنا ما استغلتش أي ظروف ولا حاجة، بالعكس أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا جيت لك من الباب، ليه تضطرني إن أنا أجي لك من الشباك؟ الغلط هو إنك تعاملنا بالقسوة دي. شايفة أمينة بيتحدى أبوك إزاي؟ شايفة بيكلمني إزاي؟ أنا بعاملك بالقسوة. أنا ضحيت كل عمري علشانك. كنا أسعد عيلة في الدنيا. شايفة إيه اللي جرانا؟ أنت كنت هتكفري من شوية وترمي نفسك وأنا واقف قدامك صغير ماليش كلمة. ما كناش كده. الشيطان دخل بينا. ما كناش كده أبدا يا أمينة، ما كناش كده. بابا أنا ما أقدرش أعمل حاجة أبدا من غير موافقة بابا. بابا مش عايز، يبقى خلاص. خلاص. أيوة خلاص. أنا مخطوبة. كنت فاهم يا أمينة إنك هتفهميني وإنك هتسوري على الظلم. بابا مش ظالم، أنا عارفة إنه بيحبني وإنه بيخاف عليا أكتر مني. اللي يعجبك. عاوزك تعهديني يا أمينة إنك تكوني زوجة صالحة لخطيبك علشان تريح قلبي. جدعان يا جاد، الامتحانات قربت وبعدها نكتب الكتاب وتدخل على طول إن شاء الله. يلا يا ولد امشي انت وهي، امشي. حاسب بقى رأيي، حاسب هنا. يس يس. يلا بقى يا ريس، على اقل من مهلك، احنا ساكنين في اخر دور اللي فوق ده. مبروك يا اخويا. الله يبارك فيكي. تعالي شوفي اوضه النوم، هتعجبك قوي. مشغوله في المذاكره. بتذاكري في ايه؟ في الاقتصاد. دي ماده مهمه قوي، انا اقدر اساعدك فيها. دي ماده سهله قوي مش محتاجة فيها مساعدة. على العموم أنا جنبك، أي حاجة صعبة أشرحها لك. Thank you.
باقي من الزمن نصف ساعة. أنسة أمينة. أيوة. جواب عشانك. جواب عشاني أنا؟ أيوة. حبيبتي أمينة، من البحر الأحمر أكتب إليك، أمام البحر في المكان الذي رأيتك فيه لأول مرة. الموج، الرمال والسماء، كل شبر في هذا المكان. أعيش في لحظات لقائنا، أسمع صوتك، أرى عينيك. لا أستطيع أبدا أن أنساك يا حبيبتي. إنني أحلم، أحلم في كل لحظة أن أراك. أنا أريدك أن تختاري، أنتظرك يا أمينة، نبني مستقبلنا معا. حبيبك شريف. خير إن شاء الله. أنا سألت زمايلك اللي خرجوا قبل منك وقالوا الامتحان سهل. تعال جيب لك الكزوزة، افتح لها واحدة. حياتي انت، تعرفي عملت ايه النهارده؟ رحت البوستة وسحبت كل الرصيد، هبيض الاوضه واكتب كتابك واسفرك انت وجد على اسكندريه تتفسح الكون. شد حيلك يا ريس شويه. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا جاد؟ الله يسلمك يا عمي. عاملين ايه في الشغل؟ الحمد لله. المفروض المنجد يخلص الشغل قبل الانسه امينه ما تيجي من الامتحان. شد حيلك يا ريس شويه. ايوه. عملت ايه في الامتحان؟ أنا ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله. خلي بالك من الوزر يا اسطى. بتقولي ايه يا أمينة؟ مش عاوزة اتجوز يا بابا، مش عاوزة اتجوز. خبر اسود. يلا يلا قوم اهو. ايه اللي حصل يا بيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش عاوز تشوف خالص. يلا يلا. بالعزة بس. بعدين بعدين اتفضل. بعدين اتفضل. ايه اللي بتقوليه ده؟ مش عاوزة اتجوز يا بابا. ايه اللي تهدف؟ دي فوضى، لازم تتجوزي. مش هتجوز. ارجوك يا عمي مش كده. سيبني سيبني يا جد. لا مش هسيبك. أرجوك اهدى شوية، المسائل ما بتتحلش بالشكل ده. اتفضلي أنت يا أنسة أمينة. أرجوك يا عمي، أرجوك، سيبنا أدخل لها أوضتها، أتفاهم معاها. اتفضل. إيه يا أمينة ده؟ إيه الكلام اللي أنت قلتيه ده؟ قد كده ما بتحبنيش؟ معلش، الحب بيجي بعد الجواز. لا 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 كده. ايوه تبقى عاوزه تحطميني، عاوزه تضيعيني. عارفه يا امينه انت ايه بالنسبه لي؟ مش عايزه اعرف، مش عايزه اعرف. لا لازم تعرفي، لازم تسمعي كلامي. ازاي تحكمي بالاعدام على واحد ما تعرفيهوش ومش عاوزه تسمعي دفاعه؟
ده انا اهون عليا، افرط في روحي ولا افرطش فيكي؟ ده انت النعمة الوحيدة في حياتي. عايزني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تصوري ان مفيش بنت واحدة قالت لي صباح الخير. ليه البنات ما بيحبونيش؟ ليه؟ عشان موظف غلبان؟ عشان ما عنديش فلوس البس كويس؟ عشان ما هيت صغيرة يا دوب معيشاني انا وامي؟ عمي عبد الحكيم فتح لي باب الجنة، فتح لي بيته، اداني الامل والحب، وانت عاوزة تضيعي مني ده كله ليه يا امينة؟ ليه؟ ده انا بحب. سيبني دلوقتي من فضلك يا استاذ جاب، انا محتار، انا كمان بتعذب، ربنا اللي يعلم بكل واحد فينا، ربنا هو اللي يعلم. حاضر، انا خارج بس قلبي مطمن من ناحيتي، وعارف قد ايه انت انسانة رقيقة وحنينة، مش ممكن ابدا ابدا هتكون السبب في عدم انسان. خلاص يا عمي، أمينة موافقة على جوازنا. بكرة آخر يوم في الامتحان، وبعد بكرة كتب الكتاب والدخلة. إن شاء الله، إن شاء الله يا عمي. سلام، أنا لقيت إني مش ممكن أتجوز جاب. عندك حق، ده شربه. يا ريت شربه، ده أنا لو اتجوزت أموت. خلاص ما تتجوزيهوش، وأروح فين؟ أنا مليش حد في الدنيا. شريف، لازم اروح له اقول له اني ماليش غيرك. تروحي له؟ ايوه، بعد الامتحان اهرب، لازم اهرب. ده انت بقيتي جريئه قوي. استنى ابوسك قبل ما تمشي، هتوحشيني. شش اسكت. النهارده اخر يوم في الامتحان، كل سنه وانت طيب. اعلم على ورقتك وانت اتفضلي. اتفضلي.
معقول. ده انا كنت نازل لك مصر. اقفلي الباب. أمينة. نعم. تتجوزيني؟ أيوة. يبقى نسافر مصر نكتب الكتاب هناك. ماما واخواتي هيفرحوا بيكي قوي، هيعملوا لنا فرح يجنن. شريف انا مش عاوز انزل مصر، خايفه قوي. خلاص نتجوز هنا، بكره الصبح ننزل اشتري لك شويه فساتين واشتري لي بدله ونتجوز بعد الظهر. انا معايا 6 جنيه ونص والسلسله دي دهب نقدر نبيعها ونشتري كل اللي احنا عاوزينه. حاجة بسيطة خالص، بسبوسة بالسمن البلدي واللوز من عند أكبر حلواني في البلد حاج مدبولي. أمال فين الأنسة أمينة؟ معرفش، استنيتها على باب المدرسة بعد الامتحان وما خرجتش. قلبت عليها مصر ما لقيتهاش. ما لقيتهاش؟ أمال راحت فين أمينة؟ راحت فين؟ خايفة مني وانا نايم معاكي في أوضة واحدة؟ لا أنا مش خايفة منك، أنا كنت بخاف من جاد، كان بيبرق لي كده بطريقة غريبة ويروح ماسكني مرة واحدة زي الحتاية. بس تعرف إنه غلبان قوي، صعبان علي. طب ما اتجوزتوش ليه؟ ناس كتير بيصعبوا علي، معنى كده إني أتجوزهم كلهم؟ أنا أتجوز بس اللي... ها؟ اللي إيه؟ بحب. يا حياتي تصبح على خير.
هيجيلك نوم؟ اهو هفضل بصلك كده لحد الصبح. ازاي تخليها تضيع منك؟ انت اللي خيبه، ازاي ما تخليهاش تحبك؟ ازاي تخليها تميل لواحد تاني؟ وهي بتميل لواحد تاني؟ ايوه بتحب واحد تاني. طب ليه؟ انا مالي؟ عيب ايه؟ ده احنا من طينه واحده. اتكلم يا عمي، مين هو؟ مين هو؟ هو انت؟ سناء، يا سناء. اهلا يا عمي. قولي لي يا بنتي، امينه راحت فين؟ حصل لها حاجه؟ انت صاحبتها وسرها معاكي. هي سابت جواب لحضرتك، عن اذنك اجيبه لك حالا. أمينة راح. ما يكونش الولد ده هو اللي غواها وخطفها؟ أيوة لازم الولد ده هو اللي خطفها. ما تعرفش بيته يا عمي؟ مالوش بيت في مصر، تعرفه قابلها في البحر الأحمر. يبقى لازم نبلغ البوليس علشان ننقذ أمينة ويسجنوه. أنت عاوز تفضحنا يا جد؟ بوليس ليه؟ وأنا رحت فين؟ مش هيقدر ياخدها مني. تسافر يا جد؟ أسافر. يلا بينا. حرما يا سيدنا الشيخ. جمعا ان شاء الله. وهتكتبوا انت ان شاء الله الليله. حضرت الشهود؟ الحاج علي وسالم. معاكوا بطاقات؟ ايوه. قصدي الانسه. ايوه معي. على خيره الله. انا عاوز استفسر من حضرتك عن حاجه يا سيدنا الشيخ. ايوه يا بنتي. انا حلفت على المصحف ورجعت في حلفاني، اعمل ايه؟ لا تتعودي الحلف، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وعند عدم المقدرة صيام 3 أيام والله أعلم. خلاص نصوم سوا 3 أيام بعد الجواز. ربنا يهديكم يا ابني. بقول يا سيدنا الشيخ. اتفضل. مش ممكن نكتب كتابنا في الجامع هنا؟ ممكن قوي، يبقى من فضل الله عليكم. خلاص يبقى احنا نيجي لحضرتك بعد المغرب إن شاء الله. على خيرة الله. على مهلك يا عمي. انت كمان جبان؟ اسكت عشان نلحق نلاقي امينه. خلاص ايه رايك؟ يجنن. انت جميله قوي، اجمل من اي حاجه في الدنيا، وانا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. بعدين. والله على ما أقوله شهيد. والله على ما أقوله شهيد. قول يا أنسة، قبلت هذا الزواج؟ قبلت هذا الزواج. الفاتحة مضروب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
شريف شريف يا أمينة فعناية. اطلع يا اسطى. أمينة أمينة ما فطرتيش ليه؟ أنا جاد. أنت مش فاكراني؟ أنت مش فاكراني؟ إيه؟ أنت روحتي فين؟ أنت توهتي؟ في عناية أمينة. النور مطفي، تعالي يا روحي. اقعدي. بابا قال على مطرح الشمع، انا هنور لك الدنيا حالا. تعالي ادخلي اوضتك، تعالي عشان تستريحي.
بيقولوا إن الليلة ليلة فرحك. على مين يا أمينة؟ ها؟ ده إحنا مخطوبين وأنا قاري فتحتك وعهدنا ربنا إن إحنا نبقى لبعض. كنت عايزة تتجوزي عليا يا أمينة؟ طب ما إحنا متجوزين. شمعة واحدة مش كفاية. النور لازم ينور اوضتك كلها كلها يا أمينة. مية شمعة، ألف شمعة، مليون شمعة. تصدق يا حبيبتي اننا بقينا لوحدنا مع بعض؟ ده حلم في الاخر يا امينه. بقينا لوحدنا عاوزين يبعدونا ليه؟ ده احنا اتحرمنا قوي وتعذبنا كتير واذينا اكتر واكتر. امينه الباب مقفول علينا وانت لابسه فستانك الابيض والشمع منور. بس يا خساره الفستان عليه دم يا امينه. لازم تقلع الفستان ده لأن فيه دم. اقلع الفستان يا أمينة، اقلع الفستان ده. الفستان الفستان عليه دم يا أمينة. أمينة يا جاد. أمينة في عناية يا عمي. خد بالك من أمينة يا جاد. أمينة أمينة في عناية يا عمي. Thank you.
علشان خاطري المرة دي، كل عشان الدكتور ما زعلش منك. أستاذ عبد الحكيم، في واحد سأل على الأنسة أمينة وفجأة وقع مغمى عليه، هو موجود هنا دلوقتي. موجود هنا؟ أيوه، في أوضة 15. ده مش إنسان، ده وحش مفترس. ده كان ابني. إزاي ابني؟ إزاي جاي بتعمل في أمينة كده؟ إزاي؟ وإزاي أنت كنت هتموتني؟ وعشان إيه؟ كنت بدافع عن شرف بنتي. ولو برضه مش بالقتل، أمينة كانت مراتي. ما كنتش عارف. كنت تسأل؟ خلاص، الحمد لله اللي جت سليمة، وإلا ما كنتش أنا بره دلوقتي، وإذا كانوا لسه هيحاكموني فأنا قابل بأي حكم عليا، وأمينة بنتي مسؤولة مني، وعلى كل حال أنا بحلك من أي ارتباط. أمينة مراتي، وهتفضل مراتي لحد آخر يوم في عمري. ربنا يخليك يا ابني. أنا ما كنتش عارف إنك ممكن تكون شاب بالشكل ده. ما كنتش عارف. نظرا للظروف الصعبة اللي مرت بيها، أنا شايف إن حالتها مضطربة، ويمكن تحتاج لبعض الوقت عشان توصل لحالتها الطبيعية. قد إيه يا دكتور؟ في الحالات دي من الصعب تحديد وقت. ممكن أيام، ممكن أسابيع، وممكن شهور. وممكن سنين. وممكن تفضل كده على طول. مين عارف؟ يا حبيبتي يا بنتي. أمين، أنا هاخدك من هنا. أنا هعرف إزاي أخليكي ترجعي للدنيا تاني. أمينة، أنا عايز أقول لك ويا ريت تسمعيني. أنا بقيت كويس أهو. أنا بحبك. يا ريت تسمعيني يا أمينة. كل اللي حصل لازم ينساه. مستقبلنا مع بعض. مستقبلنا مع بعض يا أمينة. ما تتكلمش عن المستقبل يا شريف يا ابني. أمينة بنتي، كمين يعرف مستقبلها إيه؟ اركبوا بسرعة يلا. أمينة. شريف اهو يا أمينة. يلا اركبي. يلا يا أمينة. على فكرة، أنت ليكي عندي حاجة. المركب يا أمينة. أنت ليه جريتي امبارح؟ مركبتي ايه؟ انا ماشي، انا ماشي يا امينة. امينة، سناء هتاخد المركب وتمشي يا امينة. سناء هتاخد المركب وتسيبك. Thank you.
دلوقتي غاوية تنزلي المايه بهدومك. انت انقذتني من الموت. ده انت اللي انقذتيني.